عندنا قصة عجيبة غريبة، ريم ونبيل جدل كلاكيت تاني مرة. امبارح قرينا قصة غريبة، عاملة قصة جامدة جدا على السوشيال ميديا، ان في شهر ابريل اللي فات كان ريم بتتكلم على انها كانت مخطوبة لابن عمتها وحبته وكان وادمن وان هو عثر على كليته، فهي اتبرعت له بجزء من كليتها. ثم حلو، وبعدين ثم نبيل خنة بعد ما اتبرعت له، بعد ما اتبرعت له، وده يعني دمرها. و هما و كانوا لسه مخطوبين، كان لسه مخطوبين. ثم ما رجعوا دلوقتي وقالت ثم انا رجعت له. بتجهز البيت وتتجوز، ثم لا تعليق. بصي ليه احنا اخترنا القصة دي؟ لأن القصة دي بتمثل او بنات كتير جدا، قصص زي دي موجوده. مش شرط ان انا اتبرع بكده، لكن فكره ان انا ابقى صبوره جدا على شخص وبحبه جدا وبعمل كل حاجه وعلى امل ان احنا لما نتجوز او نتخطب يراعي وياخد باله قد ايه انا شخص غالي في حياته، وبعدين اتصدم بعد كده واكتشف ان انا بالنسبه له زي كتير من الناس، واللي حتى زي البنوته دي اللي اسمها ريم، ريم اللي هي عملت حاجه اكسترا عن اي بنت تانية، انا اتبرعت بجزء بعضو مهم في جسمها لهذا الشخص، هو حتى ما احترمش الموضوع ده. هل السؤال بقى اللي يفرض نفسه، هل النهارده لما نبيل يجي يقول لها سامحيني انا مش هعمل كده تاني، انا خلاص انت بالنسبه لي اهم حاجه في حياتي، هل نبيل هيلتزم بالكلمه دي؟ لا، هي الفكرة هي سامحت، هي سامحت وقالت هو بيحبني واحنا ما هي مصدقه. يعني انا مش عارفة ازاي الناس تسامح في ما السؤال بقى، هي سامحت، تفتكري هو هيخونها تاني؟ ان شاء الله ما يعني اللي انا يخونهاش. عايزه اقوله، هل اللي بيعمل كده مره يعمل كده 100 مره، هل ولا ممكن يكون لا، فعلا هو هو ناوي هي ان هو لازم يستقيم؟ تسأل نفسها، هل شافت منه ضمانات؟ هل هي اتأكدت فعلا ان هو اتغير؟ هل اتأكدت ان هو مش هيرجع لأي طريق سيء كان هو فيه قبل كده تاني؟ يعني دي كلها أسئلة، يعني تسامحي وترجعي على أي أساس؟ هل أهلك راضين ولا متحفظين ولا هم يعني موافقينك وخلاص؟ يعني انا عايزه اقول انا كتير وجهه أسئلة نظري، كتير. انا لو انا لو يعني انا مش عايزه ابهدلك الدنيا، لكن برضو مش هينفع ان انا اقعد ساكته كتير. فكره ان يبقى في راجل انا اتبرع له بالكلى بتاعتي واهلي كلهم ما يكونوش موافقين واخش ايوه، العمليات وهو ده واعمل له وهو ده السؤال يا مفيدة، واعمل له اتبرع مين له؟ الشخص اللي انا اتبرع له لا ده بقطعة انا هقول لك مني بقى على حاجه وبعد ما تانيه، اتبرع له بقطعة مني ما يمتنش وما يقدرش؟ مش قصدي كده، انا قصدي خلاص احنا عملنا الديد، يعني انا اتبرعت اوريدي خلاص، انا مش هقول لك انت ازاي عملتي ما هو كده، انت لازم تكوني اتبرعتي، بتستحقي. انت اتبرعت. هل الراجل ده اللي انت اتبرعتي له التزم باحترامك وبعرفان جميلك عليه لان انت السبب في انك خليتيه عايش؟ الراجل ده وقت الحادثه الاساسيه ما احترمش ده، لا ده خانك مش مره دي 100 مره. هل النهارده بعد مرور وقت طويل على ان هو اتبرعتي له وان هو عايش والحق ونسي، يعني تفتكري شيء الهي كده من عنده هيغير نوعيه تفكير الشخص ده؟ انا اشك. والسؤال هل الناس بتتغير فعلا؟ وهل فكره ان انا اسامح لحد او انا اديت لحد جزء مني وعمل فيا كده فانا ارجع تاني اسامحه، هل هو يستحق ان انا اديله ده؟ هل هو يستحق السماح؟ هل هو يستحق المسامحه؟ هل هو يستحق وجدير بكل التضحيه اللي انت عملتيها؟ كل الاسئله دي لازم تكون في دماغنا واحنا بناخد اي قرار، مش بس بنتكلم على ريم، لكن في اي قرار الانسان لو ما كانش جدير بيكي وبتضحياتك وبنتي عملتي ايه، ويعني جزء منك في جزء من دمك بقى في دمه، اذا ما امتنش وشال ده على راسه يبقى ممكن تفكري ترجعي تاني. يعني بصي لا انا ممكن اقول لها على حاجه تانية، ممكن ناخدها من زاويه تانية. يا بنات ممكن نقول بمنتهى البساطه احنا مش محتاجين نعمل الافوره دي
في التنازلات والتبرعات، بمعنى ان انا احبه. لو كان نبيل ده شخص انت ما تعرفيهوش ولقيتيه وحسيتي ان هو محتاج انك انت تتبرعي له وهتعمليها حاجه كده اقفلوا الايربيس دينيا، تمام مفيش عندي مشكله. لكن انك انت تبقي متعشمه ان الشخص ده هيتغير علشان انت تبرعتي، بلاش ان احنا نعيش في عالم التضحيات اللي في الاخر خالص بعد الخبرات والحياه ما بتجيبش همها. على كل حال احنا بنتمنى لك حظ سعيد، ولو كنت يعني شايفة ان هو ده الافضل بالنسبة لك يا رب ان شاء الله يكون الافضل، لكن تبقى الاسئلة مفتوحة وللأسئلة دي حوار اخر، لكن حلقتنا النهاردة مهمة وفيها شخصيات